طبعا هذا السؤال يا جماعة، يسعد مساكم. هذا السؤال أنا ما يعني ما كان محلول وما حليته. خلينا نرجع سؤال 12 محلول. طبعا الأحمر هذا رقم 6 ما كان محلول، يعني هلأ هيك مش محلول. أوكي خلينا نروح 12 نرجع 6. هلأ مش محلول. طيب نرجع 6 مرة ثانية. طب 11 نرجع 6. يعني هلا ظابط بس مرات ما بزبط. طب كيف الكود؟ كيف الكود مرة بزبط مرة ما بزبط؟ هو نفس الأوامر يعني. فأنا صراحة والله ما أنا عارف. يعني سؤال 9 مش محلول كان. الدليل اللي بدك بس عليه مرة ثانية راحت الخيار. طب ارجع هيك نرجع على 9. أنا ما حليته هذا، فأنا مش عارف صراحة. بلشت أدوخ يعني، مع إنه الكود كله في نفس الكبسات واحد يعني. يعني هاي مثلا كبسة رقم 6. طبعا هون بهاي المنطقة بروح على، يعني بروح على فانكشن اسمه تشيك. نروح عليه جو تو ديفينيشن. هذا الفانكشن بشيك في قاعدة البيانات اللي تخزنت فيها أسئلة الطالب. في قاعدة بيانات حكينا بتخزن فيها أسئلة الطالب، بشيك هل هذا السؤال محلول ولا لا. إذا محلول عشان يحط لي نفس الخيار اللي اختاره الطالب. طبعا هو مش محلول يعني، فما ليش طلع تشيك؟ مش عارف يعني ليش على أسئلة آه وأسئلة لا، مع إنه نفس الكود.